لولاكن ما كنت قاعد على هالكرسي هلا يا معلم مراد. صار بيناتنا سوء تفاهم بالماضي، بس بوعدكن من اليوم ورايح انا واخي رح نكون اكتر من اخوة الكن. والله يسلم تمك يا اخي جمال. من الجنازة عرفت انه اسكندر بده يعمل مشاكل كتيرة وانا ما حركت ساكن. بس شو اللي طلبوا منكن وما اخدوا؟ لا اخد ولا عطى، كل الشغلة موعد. من زمان نحن قدمنا له مساعدات كتيرة، بس ما توقعنا يتمرد على الدولة هذا العاطل. جلال بيك اسمح لي، انتو بتكبروا الواحد وبس يصير بلوي على رأس الدولة بتسحبوا ايدكن منه. العصابات هي اصل تاريخ هالدولة، وبس الدولة تقدم شيء الكل بيصير بده يبيض وشه ويقدم بطولاته. جلال بيك، تقديم النصيحة مو واجبي، وانقاذ حياة أخوك قصة ما كانت خطرة ببالي، بس رح لك شي. سياسة هالبلد ما أنا بورصة تلعبوا فيها كيف ما بدكن، وما حدا بيكون كسبان بهيك لعبة، خاصة أنتو. وشلون فينا نتعاون من اليوم ورايح؟ مالي شغل معكن لنتعاون، ومشان الأخوة أنا بآمن بأخوة الروح أكثر من أخوة الدم بكتير. أنا ما عم أحكي عن اللي أنقذتن، عم أحكي عن اللي بيبديهم بروحي وبالمقابل هن بيفدوني بروحهم. معلم، زلمة اسكندر اخذ المخابرات كلها، وجنكيز عامل لنا مشكلة. شيلوا لجنكيز، بدها سؤال يعني؟ فهمت، بس ما بكفي اتصالي، لازم تطلبوا هالشغلة شخصيا. اي مسؤول بدك؟ السيد عوني بعزنا ومنمون عليه. اطلبي لي السفارة فورا. ما رح تفلت هي المرة، بدي اجلك يا عبد الحي وحتى لو متت معك. معلم، جمال وجلال قرجداغ وزلمتهم بدري فنجانجي جايين يقدموا لكم الطاعة. إذا كان خليهم يفوتوا. أهلين أهلين، أهلا وسهلا بالضيوف. كيفك اسكندر بيك؟ نعتذر على سوء التفاهم، ما قدرنا نعطيكم موعد فقلنا منجي نحن بذاتنا. وأنا كمان والله هيك قلت لهم يا جلال بيك،
عائلة قرجداغ بيعرفوني وبيحبوني وبيحترموني. يمكن جمال بيك ما بيعرفني منيح، بس جلال بيك بيعرفني كتير منيح. أخي جمال كمان بعدين اتذكركن اسكندر بيك، ولا يصلح الخطأ جاب لكم هدية وإن شاء الله تعجبكن. عزبتوا حالكم. تفضل، هذا النص القانوني كان للسلطان محمد الثاني. عن جد تذكرتني وتذكرت حبي للتاريخ كمان. أنا سبق وشفت هالنص القانوني ببيتكم، هذا قيمته كتير كبيرة يا سيد ناظم. خده وحطه بغرفتي الخاصة. شو بدكم تضلوا واقفين؟ تفضلوا. يا ترى كيف منقدر نقدم لكم خدماتنا يا اسكندر بيك؟ اللي بدي اياه منكم مو كتير ابدا. كل البلد بتعرفكن وبتعرف كرمكن. من وقت لوقت رح يجوا لعندكن جماعتنا، ساعدوهم. طبعا على عيني. نحن بدنا نحاول ندير هاي البلد سوا يا جلال بيك، بس مثل ما بيقولوا المال جبان. بس نحن كل ما يحاول يطلع بدنا نرجعه لعنا. يعني مثلا ممكن نحنا نفوت كل المصاري الوسخة على تركيا وفيها منصلح الاقتصاد. اسكندر بيك ممكن نعمل هالشي طبعا، بس بدك نفوز خارج حدود تركيا حتى يكون سهل الانقلاب. انا فيني بهالوقت حضر الظروف الداخلية، واكيد مو كل وقتك رح تقضيه عند دكتور اسنان يا جمال بيك. ما انت بتحل القصص برا. بس رح يكون اقناع داود تتر اغلو شغلة كتير صعبة. داود بيك بتهمه القوة، وهذا الزلم كتير بيقدرها وبيحترمها، ولهيك اكيد رح يكون معنا. شوفي مين انتو؟ اسمعني منيح ولا رح طلع لك راسك واسألك سؤال. بدك تجاوبني منيح، ما بدك بخناك برضك. ها وين هالزلمة؟ ما بعرف، احمد بيعرفه. دق لأحمد يجي هلا. يلا فيني البسها هدية بولوت ما بتنرفض. طيب وماماتي؟ شلحيها قبل ما يجي او قلي له انها قديمة. اختي ما بدي تصطفلي، بس هالهدية عجبتني. هديتك كتير حلوة. شكراً. احكي مع بولوت، أنا جاي على بالي أترك.
شو زهقتي من ميماتي؟ لا ميماتي ماله مشكلتي، أنا ما عاد بدي كمل. يا ستي مو شغلته هاي، هاي حياتك يا روحي. انتي حاكي، لا تكوني حبيتي ميماتي يا بنت. حبيته. لا تجد بيها. ألو، أهلين حبيبي. كيفك روحي؟ منيحة وأنت؟ منيح، كنت اليوم عازمك على العشاء مو هيك؟ مو رايحين؟ لا رايحين، بس مو هلأ. حاكيك، يلا باي. باي روحي. وين رح تروحوا؟ شو غمزة؟ عازمني ميماتي، بدنا نطلع نتعشى. أول مرة بيطالعني. تعال يا جنكيز تعال. معلم الوضع صعب كتير وصاير في كركبة كبيرة. خير، وين في كركبة بالوضع يا ابني؟ ما في شي، قال شالوك من محلك؟ هيك لك، هيك وظائف الدولة يا جنكيز، لو دامت لغيرك ما وصلت لعندك. بس ما تزعل حالك، انت زلمتي انا، اذا ما زبط هالكرسي بكره بيزبط غيره. الله يطول بعمرك يا معلم. كل المواقع مهمه، كل المواقع تبعنا يا ابني، بس المهم خدمة هاي البلد. ها ها. إن شاء الله ألف مبروك يا سيدنا. شكرا لك يا ألبير. ما بدي أي تهاني ولا أي تلفونات يا ألبير، جايين لنشتغل. الرأي رأيك. بدنا نلاحق اسكندر الكبير، وهالتعليمات هي من الكبار، والهدف هو تدمير هالعصابة من أصلها. هالشي بيسعدني كتير معلم. معناتها بدي قائمة كاملة بأسماء اللي بيعرفهم بالمؤسسة. معلم صارت المعلومات كلها عندي. سمعت انه في امر من انقرة بعملية ضدنا. هلا انقرة في عندها قوة كفي يا ناظم. بعمل البحر دم والله. شو هدول نسيوا انا شو عامل بملاطيا وسيوس وقونيا؟ الظاهر هدول مفكريننا صغار مو كبار، مو هيك ناظم؟ روح هلا نادي لي المحامي تبعنا وشف لي شو عمل بهذا الملف اللي انا كلفته فيه. بأمرك. شو بدك؟ بدنا ناخدك على المشفى ابراهيم بيك. لا يستر عليك، شو مشفى ما مشفى، ما فيني شي بنوب. انتو بس تركوني بحالي وانا بخير. بس هيك التعليمات، المفروض انه يعينك دكتور. تتركوا هون الواحد بالبرد وبعدين بتاخدوه على الدكتور؟ دخيل الله شو مهتمين. يا
يا حقير قتلني ما بدك يعني موت خاسرة مو بسهولة رح تموت رح خليك تشتهي الموت تفضل تمام يسلموا فيك تمشي ماشي هلأ بدك ايدي اليمين ولا اليسار يا آنسة؟ لا ما في داعي أعطيني التنتين الفت الفت بس يا بنتي انتي شو عم تعملي هون؟ أنا ترجيت رفيقتي وإجيت محلة وهون السرجانين كتير ساعدوني الله يرضى على هالممرضة اللي بادلتك ويرضى كمان على هالسجان اللي جابني لهون صار عمري هالعمر ما بتذكر اني فرحت لهالدرجة خليل بيك حتكون هاي المرة بس معليش مو اجيتي خلاص خليني فش قلبي وانسى بكرة انسي الفت بصراحة أنا بدي أطلب إيدك بدي أطلبها على سنة الله ورسوله معقول؟ ليش بتزبط؟ والله ما بعرف إذا بتزبط بس أنت قبلي والله كبير أنا بدي إياكي بالحلال بدي إياكي تصيري أم ولادي لا تخلوا حدا ينتبه وكلكم استعدوا المعلم مراد جاي هلا طيب نحن شو عم نستنى ليجي مورو او لحتى يجي رجاله يلا انتشار اجا القائد فشك كيف الحماسة؟ معلم هاي العملية خطرة شو رح تتراجعوا؟ لا يا معلم مو تراجع أبدا بس أنا يمكن شوي متردد ليش متردد؟ اللي شو صاير؟ لأنه يا معلم نحن أعطينا معلومات لمراد على مدار مين نحن؟ أحكي منيح ولك قصدي أنا ما بعرف يا هن بيعرفوا أنه عم نشحن من المينا أو جماعة ميماتي يمكن شافونا ويعني شو بدك؟ منظمة كبيرة وما أنا قادر تفوت على المينا؟ نحن رح ندخل معلم بس رح يصير خسائر شوف لألك ولا تنتل وبينتلوا كل رجالك الأمر تجيبوه لعندي أنا بأمرك معلم لا لا شو حسون وينه؟ ليك هون تا أحمد إذا بتجاوبني هلا ما بكبس هالزر وما بينتزعوا الطحينات بالدم بس إذا ما بتجاوب يا صاحبي تنضم لرفيقك وبتصير حفلة دم هذا الشخص وين؟ وشلون بدنا نوصل له؟
بس يا معلم بيقتلوني. والله لكن شو رح أعمل أنا؟ بدي أخذك مشاوير؟ جاوبني معلم. شو عمو لسه بدك تشجيع ولا أكرر السؤال؟ معلم معي تليفونه دق له. ألو ناظم بيك، أنا أحمد. وليش عم تدق لي ولاد؟ يلي سكر. شو حكى قول؟ سكروا بس. حاكي أنا هالمرة. مسكر الخط. أعطيني هالتليفون. حبيبي مبين حماتكم بتحبكم. ايه رح ناكل امي، بس في شي لازم اقوله. خير ابني؟ عندي طلب صغير بابا. اياد فيو يبقى هون؟ اكيد يا ابني. خطيبته جاية؟ مو جاية عمو، ما بيخصني الموضوع، بس لحتى ما اشغل بالي. اهلي اخي قول بصراحة لناخد احتياطاتنا كمان. انا بدي اياد يبقى هون ليحمي ابي وامي وليحمي علي الصغير. يا حلو. وياريت ما تسألوني اكتر من هيك. حبيبي علي شو دخله بالقصة يا ابني؟ للاحتياط مو أكتر من هيك. خلاص ابني لا تشغل بالك. عطيني يا لطعمي. تعال عندي يا روحي، يقبرني الحلو، الله يخلي لي إياك. ايه أخي أنا بدي أخذ رأيك بشغلي. أنا في براسي ألف قصة يا حكمت، إذا بدي أخذ رأي أبي. بابا عمر ما له علاقة، الموضوع بخصك. لك ابني والله صار عندي رغبة أعرف شو هالموضوع. بابا لا تفهمني غلط، بس عم فكر. اختفى لجونول، تعرفت على أخوها والشاب ما بو شي والله. قال بحل شغلة أبوه وأمه وما صار شي. أبوه لسه راكب راسه. وين الموضوع يلي متعلق فيني؟ لهلأ متعلق بأبي. بابا عمر رأيه مبين، الصبر الصبر الصبر. لما بقول لك على الصبر بكون انا عم بغلط؟ اذا خطفت البنت الصبر بيخلص؟ اصلا وقتها بيبدا. هلا يلي ناوي يخطف بنتي يا حكمت بده اذن؟ ولا مو هذا الموضوع؟ كلامك مزبوط، بس انا خايف. بحبها لجونول بس خوف. انت من زمان كنت تخاف على البلد وكنت تخاف على ارواح الناس يا حكمت. تتذكر لما فتنا على شمال العراق وكان في شهداء؟ خوفك كان صح. شو يلي غيرك؟ هذا هو اللي بدي اعرفه. شو بني؟ اذا بدك تخطف جونول اخطفها، بس شغل عقلك.
حكمت يا ابني كأنك عم تسأل اللي عم يوقع عن السطح عن شعوره لحظة وقعته. لا تسأله، بدك تدوق هيك واحد. لا تعذب حالك وتحكي معه. ولو يا ابني يا حكمت، ما نحن أهلك وناسك وكلنا رح نوقف معك بالتأكيد. يلي بيصير عليك بيصير علينا. يلا شو ما بدكم نتعشى؟ هات لأسكب لك. يلا حكمت قوم. تفضلوا. هات لصب لك. ليش معارض يا بابا؟ لك انت ما عم تفهم، هالصايع ما بيتجوزها لكونول. شو عم تقول؟ ما انه صايع، انا شفته. شو عم تحكي ولك مجنون؟ بس يصير عندك اولاد بتبقى بتقرر يا افندي. انا مالي رأي، مو هيك؟ لا بابا، أنا بحبه لهالزلمة، قبلت أو رفضت بحبه، حتى إذا سمحت لي اتجوزه أو ما سمحت لي أنا بحبه. شو قلتي؟ شلون بتحبي واحد أصلاً ما شفتيه؟ ماشي ما بتشوف عمياء، مو هيك؟ أختي لا تزعلي مني، عمياء بس عندها فرصة وأنتو كبرتوا وأنا ما موجود. تركوها تتجوز طالما الزلمة بحبها. بده ياها مشان المصاري مو أكتر. أنا فهمان هاللعبة. قال بتقلي إنه نلتقوا بجنينة. قال المصاري مو هدفه، بده موافقتك. أنا مالي موافق. رح تسكتي مثل العادة؟ ما رح تحكي معه؟ ما بيسمع مني، بعمره ما سمع مني. لكن صار لازم نحن نبطل نسمع منه. عصبني كثير. شكرا اخي، الحمد لله الحمد لله انك واقف معي. معلم المحامي. خليه يفوت. فوت. تعا يا جيم تعا. معلم جبت الملف. مين رح ينفذ هاي العملية برأيك؟ في عنا مرشحين اثنين، والاثنين قلبهم قوي كتير. لا ما بدي هيك،
بدي رسالة كتير واضحة. فوت لجوات الدائرة وقوص وخلي الكل يشوف مين نحنا وشو منقدر نعمل. معلم الخطة مو على هالأساس عاملة. بس الخطط مو من اختصاصك، وظيفتك تنفذ الخطط اللي أنا بعملها. أنت أصلاً ميت، بس أنا رح أبعتك على مطرح كتير كتير آمن بصيغة بطل عظيم، لحتى نحن نحط إيدنا على الإدارة على الآخر. بيضل القرار لألكم المعلم. هلا بالدولة إذا المحامي ارتكب جريمة سياسية شو معناتها؟ هذا معناته مؤسسات الدولة ما عاد في مين يدافع عنها. ما هات اللي المواطن شو يعمل؟ ينزل على الشوارع بالأسلحة؟ أكيد مو هيك هالمرة، ما بيضطر. طبعا في عنا أسلحة وفي رجال كمان، ما في داعي للمواطن، ما بدنا منه غير يعطينا صوته وبس وخلصنا. تفضل. معلم اتصلوا من المؤسسة، ما تعين عوني. شلون؟ استلمها زلمة ما لنا علاقة فيه. اسكندر طبعا. فهمت انه مو تابع لحدا. اي حدا عم يعمل جماعة، مو معقول. خبرنا شو؟ قربنا معلم. بدي معلومات عن هاي الأرقام الليلة، تقدر؟ أكيد. إذا شفت أي خطر أو دغري فيك تموت، بس ما فيك تقصر أبداً. شو أنت مو جاي؟ شو هالحكي؟ روح. أنا القائد تبعك ولا؟ القائد هو اللي بيعطي الأوامر. أنت مو شغلتك أبداً تسألني، شغلتك تنفذ الأوامر. حرك يلا يلا.
ليش هالكلب بده يجي؟ شو نساوي بهالأسيد؟ كبوه، حطوه جواته وكبوه. شو خلصنا معلم؟ خلصنا مماتي. طبعا ما خلصنا. شو في معلم؟ مو معقول انه مورو رح يجي بعد هالوقت. القصة مو مورو بس، هاي لعبة. نحن بناخد الأسيد من هون ومنمشي، وهنن بيجوا بينفذوا العملية. أنو عملية؟ والله ما بعرف، بس لازم نراقبهم، لازم ندرى بكل السفن الجاية. بس اوعكم تبينوا حالكم، وإذا كان في مداخل سرية فوتوا وطلعوا منها بدون ما حدا ينتبه عليكم. طيب معلم، نحن ليش عم نستنى؟ هالصفقة لاسكندر مماتي، وأكيد في شي جاي من برا. سلاح مثلا؟ سلاح بتركيا معبى. خلصنا مماتي، منستنى ومنشوف. عندك اتصال ما بدك ترد؟ بسيطة، ما في مشكلة. إذا عندك شغل مو مشكلة. لا، شغل شو؟ طيب، وانتو شو بكن؟ شو ما سمعتوا الحكي؟ حركوا. اربطوه بالكرسي، بكره الصبح رح نكمل.